بصير شمع. أنا للآن ما شايف إنه سويت شيء مهم. إذا بتخبرنا عن طفولتك ورحلتك بهالطفولة مع الموسيقى. عملياً كل عمرنا راح بالحروب. أثر الأصوات القنابل لا يمكن يروح. وذاكرتي ما تحتفظ بأي شيء ما يعجبني. لا بالبشر ولا بالأسماء ولا بالمواقع. وإديش اللحن والموسيقى بتضل مرافقتك كل الوقت بحياتك؟ الفنان المحترف لازم يتمرن 10 ساعات. الفنان إذا كان معصب أو زعلان بتطلع الموسيقى أحلى، أو إذا كان مبسوط أكتر. فأنا لما أكون مضغوط جداً وما عارف أعبر موسيقياً أروح للكانفاس. موسيقتك بتحب تكون عم بتعبر عن شو؟ من ضغوطات الحياة أهرب للون. نصير يلي كبر من بعد الطفولة وترافق هو والعود والألحان. الحمد لله إحنا ما عدنا غير أمراض الحروب. نصير شما، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بديك تعرفني عن حالك على طريقتك. إنسان أخذ الإبداع كهوية له، يريد من خلاله أن يغير الكون. حلو. وإذا ما قدر يغيره من خلال تلامذته، وإذا ما قدر يغيره من خلال مريديه اللي منتشرين صاروا في كل مكان في العالم. عندي إيمان ويقين أنه من خلال الموسيقى نقدر نغير كثير أشياء، وهذا أصبح هويتي وشرفتي اللي أطل من خلالها على العالم، وأيضا كينونتي في الوجود. حلو، وإن شاء الله تقدر أكثر وأكثر تجمع العالم على الموسيقى والسلام، وتكون ضال في هالإنسانية بالعالم إن شاء الله. شكرا. نحن اليوم هون ببيت العود، خبرني عن علاقتك بالعود منذ الطفولة. بيت العود هو أحد الأحلام، أحلام الطفولة، أنه يكون لهذه الآلة المهمة اللي عمرها أكثر من عمر كل الحضارات اللي موجودة من العصر الأكدي 2350 قبل الميلاد. هذا التاريخ الطويل لهذه الآلة صار ضروري يكون لها مكان يعنى بمناهجها، بصناعتها، بتطوير أساليب الأداء، بتأسيس طلبة على مستوى عالي، أساتذة على مستوى عالي، محترفين يقدموا عروض في كل أنحاء العالم. فهذا كان حلم راودني طوال دراستي للموسيقى. بدأت الموسيقى بسن مبكر طبعاً بالمدرسة الابتدائية، واليوم لو يرجع الزمن بينا لي وراء رح أطلب أني أبدأ أبكر بعد، يعني أبدأ من سن 5 سنين. أي عمر كان عندك؟ 12 سنة؟ 11 تقريباً بالخامس ابتدائي. ولذلك صنعنا بعض الآلات للأطفال حتى يكونوا يسيطروا عليه من عمر مبكر جداً، لأنه هذا ما كان متاح في وقت تعلمنا الموسيقى. أنت اللي بلشت أو أهلك يلي طلبوا منك تبلش آلة موسيقية، أو كيف صارت؟ لا، الحقيقة أنا كنت أبحث عن أستاذ لآلة العود، وكل سنة كان يؤجل للصغر الجسم كطفل، فكان يأجلوا حجم العود كبير، وهذه كانت واحدة من المعضلات اللي أول شيء، أول ما سويت بيت العود من 98 في القاهرة، أول خطوة سويتها أني صنعت أعواد صغيرة لأطفال حتى يكون يبدأ حلمهم بسن كثير مبكر. حضرتك اللي بلشت تصنع يعني العود للأطفال؟ جبت صناع وبديت أشتغل معهم. فكرتك؟ فكرتي نعم، للأطفال فكرتي، وكثير أشياء إضافات عملناها على العود كانت من خلال الورش. هي ليست ورش تجارية، هي كلها دعم للطلبة، وبنفس الوقت هي مركز بحوث ودراسات. إحنا ينقصنا في موسيقانا وفي ثقافتنا ينقصنا فكرة البحوث، فكرة مراكز بحثية مهمة، فكرة إنه العمل العلمي والمنهجي اللي يخدم الصناعة أو يخدم المجالات اللي إحنا نعمل فيها. بدي أرجع معك على الطفولة. إذا بتخبرنا عن طفولتك ورحلتك بهالطفولة مع الموسيقى، كيف كان هالصلة مع الموسيقى، وكيف شوي شوي كبرت مع هالموسيقى توصلت لليوم وصلت له للعالمية؟ الطفولة هي تأسيس لكل شيء، لكل ما يأتي من بعد. وين كانت طفولتك؟ كانت بالعراق، بوسط العراق، مدينة الكوت. والكوت سبق وأن كثير تحدثت عنها، هي مدينة يسار، واليسار فيها نشط وقوي، ومعظم جزء كبير منها انعدم، جزء هرب إلى الاتحاد السوفيتي السابق أو للجزائر أو
لليمن أيام علي سالم، اليمن الجزء اليساري منها الاشتراكي، وجزء منهم أودعوا بالسجون فترة طويلة من أصدقائنا وعوائلنا وعوائل يعني محيطة بينا وأخواننا، وكل هؤلاء ضرروا بهذه الفترة، لكن ظلت مدينة مهمة فكريا، مهمة ثقافيا، فيها حراك فني مسرحي. يعني احنا كان عمري 14 سنة كنا نمثل شكسبير في المدرسة الثانوية، يعني هذا يعطيك مؤشر مو بالمسرح المحترف، بمدرسة ثانوية كنا نقدم أعمال شكسبير وإحنا أولاد صغار. هذا أعطانا أولا لفت انتباهنا إلى أهمية أن يكون الإنسان مهم فقط من خلال الثقافة، لا من خلال عائلته ولا فلوسه ولا أي شيء آخر، المهم ثقافته. هذا البعد حسسني بأهمية أن يبني الإنسان ذاته من طفولته، أن يصغي بشكل جيد حتى يعرف يتكلم بشكل جيد، حتى يفهم، لأنه فهم أي شيء هو نصف المسافة في إدراكه وفي تناوله فيما بعد. هذه البيئة الخصبة الثقافية اللي فيها سياسة وفيها حراك قوي وفيها جدل وفيها صدامات أظهرت كثير أشياء فيما بعد، انعكست بعملي، انعكست بتجاربي الموسيقية، بالتجريب المتواصل اللي دائما يعتمد على اللا خوف مع دراسة الفكرة. وعمري ما ترددت أو خفت من أي شيء أقدمت عليه، وهذا إلى علاقة بالطفولة، إلى علاقة بأنك لما تسيطر عليك فكرة كيف ممكن تحولها إلى واقع. قديش مهمة هالثقافات اليوم بكل المجتمعات، إن كان العربية أو الأوروبية أو الأمريكانية، بكل الدول قديش مهم اليوم الثقافة، وقديش اليوم يمكن الأطفال بيحتاجوا يكونوا أكتر عندهم، نكون عم نديرهم أكتر، نقول لهم أنه يروحوا على الثقافة، لأنه ما منشوف بقى كتير فيها الاهتمام بالثقافة وبالموسيقى. هذا هو اللي جعل الواقع الموسيقي والثقافي والشعري والروائي متردي. يعني انت شوفي مستوى الاغنيه، تعرفي مستوانا الان شنو، لانه مستوى الاغنيه هو بالضبط المقياس الدقيق جدا لمستوى الشعوب. العربي والاجنبي بنحس حالنا عم نسمع نفس الشيء كل الوقت. كل صار هذا مصيبه. يعني الواقع احنا أسوأ بكثير، يعني بالغرب انت عندك كثير اسماء مهمه جدا وراهم مؤسسات كبيره تشتغل لهم، ولذلك الانتاج صناعه كبيره جدا في الغرب، اذا كان أغنية وإذا كان فيديو كليب وإذا كان فيلم وإذا أي شيء آخر. أما عندنا المستوى أنه الشركات اللي تقود هذا الشيء هي ما عندها وعي، هي ما عندها ثقافة، هي تفرض أشياء كثيرة، هي اللي أخذت بانحدار الثقافة. وهذا معيارنا اليوم، لو رفعنا مستوى الوعي عند الشعراء الأغنية وعند المغنين وعند الملحنين، هذا الموضوع راح يعكس واقعنا، راح يعكس رؤيتنا، عمق ثقافتنا، أو العكس اللي هو حاصل الآن، يعكس الجهل، الأمية، شوف لا مطرب يعرف يلفظ صح ولا، طبعا مو بالعموم مو بالمجمل، لكنه في الغالب السواد الأعظم هو هابط جدا وما يعيش العمل، يطلع بعد فترة. يعني إحنا نستهلك أصوات ونستهلك أغاني مثل ما نستهلك أي شيء يومي. يعني هو الموسيقى بترفقنا كل النهار وبترفق حياتنا. هذا بغياب الثقافة، مع وجود حركة ثقافية، مع تشجيع على القراءة. أنا كنت من أيام اجتماع مع صديقي دكتور علي بن تميم، مسؤول مدير هنا المركز اللغة العربية، اقترحت عليه أنه نبدأ بإصدارات كتب موسيقية، هذه مجموعة منها، ونبدأ بأنه أي كتاب في الموسيقى أو في غير الموسيقى نعمل له أفضل تلخيص وجائزة لمن يفوز بأفضل تلخيص. المهم هو يروح يقتني الكتاب بنفسه ويقرأ ويلخصه، والجائزة مجزية. فوافق على الفكرة وتبناها مركز اللغة العربية، وراح نبدي نعممها على أنه القراءة إلى أي مدى كل كتاب مهم هو أفق مهم في عقل وفي روح وفي ذاكرة وفي مستقبل القارئ الجيد.
خلينا نحكي اليوم عن نصير يلي كبر من بعد الطفولة وترافق هو والعود والألحان تيوصل اليوم على العالمية ويوصل على أكبر مسارح إن كان بأمريكا وبغير أمريكا وبالعالم كله. وهلأ قريباً عندك جولة بأمريكا وعم بتحضره. كيف هالطريق كانت؟ كيف عشتها؟ وقديش اللحن والموسيقى بتضل مرافقتك كل الوقت بحياتك؟ هو في طريق واحد، أنا ما أعتقد في غيره. اليوم بعد سنين من العمل لا يوجد غير طريق واحد للتميز، هو الجدية والعمق والعمل المتواصل والصبر والإثراء، كل هذا بالعلم وبالثقافة، غير هذا لا يوجد شيء آخر بصراحة. يعني الفنان الحقيقي، يعني باولو كويلو يقول أنا أقعد من الصبح من الثمانية أبدي أكتب لساعة 12 وأمزق الورق وأرميه، بس حتى إيدي تمشي على القلم والورقة، حتى القلم يمشي على الورقة. يعني تكنيك هذا صح. حتى من تجي فكرة هو يكون جاهز. إذن المسألة ما معتمدة فقط على الموسيقي، أي عمل إبداعي محتاج تمرين يومي. هي بعد ذلك الأفكار تجي وتتحول إلى لوحة أو إلى عمل. الورق الجيد، مو يقولوا بالأفلام الورق الجيد يصنع عمل جيد؟ نفس الشيء، الورق الجيد هذا عمل كبير يراد له ثقافة وموسوعية ومرجعيات مختلفة متعددة، يتحول إلى عمل جيد إذا كانت عناصر الأخرى بنفس المستوى، وهذا في الغالب العناصر الجيدة تجتمع في عمل. الموضوع ما يقبل، يعني ما بي كثير اقتراحات، لازم يتمرن 10 ساعات يوميا. تتمرن 10 ساعات؟ لازم الفنان المحترف لازم يتمرن 10 ساعات بالكثير، إذا ما يقدر 10 8، بس مو أقل، ما ممكن أقل. كيف يجوا الألحان؟ كيف الألحان؟ حتى يكون طاقة مهمة لازم أول شيء هذه 10 8 ساعات، 10 12 كم تمتد من واحد لآخر، هي أول شيء تعمل تطهير للإنسان نفسه، هو حتى يصبح مركز لاستقبال ولتصدير الطاقة أيا كان شكلها الأخير، موسيقى أو لوحة أو فيلم أو أي شيء. حتى يصبح الإنسان هكذا هو عليه أولا أن يطهر نفسه، والتطهير هذا على فكرة جزء منه غير مرئي وجزء منه مرئي. يعني التطهير هذا الناس كثير تقول لك الفنان مثلا يحتاج سيجارة حتى يحلق، هذا كلام أنا ما أعترف به أبدا. الفنان الحقيقي لازم يكون واعي جدا، لازم يكون عقله براسه، لازم يكون جسده نظيف، ما بي كحول، ما بي نيكوتين، ما بي مخدرات، أي شيء. لذلك دائما إيماني قوي بأنه الموسيقى هي طاردة لكل هاي السلبيات. الأشياء لازم تكون عندك حواسك ومداركك كلها حية وحاضرة. الفنان إذا كان معصب أو زعلان بتطلع الموسيقى أحلى، أو إذا كان مبسوط أكثر وفي مرتاح؟ الفن يحتاج بيئة خصبة مريحة. الحروب طبعا تأثر علينا وأثرت، احنا عمرنا عمليا كل عمرنا راح بالحروب صح. وبالحصار وبالاحتلال وبالمشاكل وبكل وبكل الأشياء السلبية، لأنه دائما خسران، دائما نخسر ناس، نخسر أجزاء من مجتمعاتنا، من ذاكرتنا، من ناس خسرت أجزاء من أجسادها. فالحروب اللي طالت منطقتنا أثرت وعلمت علامات عميقة ما ممكن تجاوزها. إدي أثرت فيك هالحروب؟ يعني نحن أشخاص من مجتمعات كلها حروب وبلدان عم تتعذب، إدي بتأثر بالإنسان وخصوص الفنان؟ الحقيقة ترسم حياته كلها، ترسم ملامحه، ترسم صوته، تعلم في كل تفصيل، ولا يمكن الفكاك منها، ولا يمكن حتى العلاج منها، حتى العلاج النفسي، العلاج ولا يمكن يروح. يعني أنا لليوم إذا طفل رمى هاي الإطلاقات الألعاب تعمل لي شوك في كل جسمي، أبقى يوم كامل مزعوج لأنه أثر الأصوات القنابل. هو PTSD البوست تروماتيك سيندروم اللي كلنا صرنا عايشين. نعم، هذا ما لا يمكن يروح. ومن أتكلم ومن أعزف عمل عن هذه المرحلة أرجع أعيشها بحذافيرها كأنها حاصلة حالا، مو كأنها البارحة. موسيقتك بتحب تكون عم بتعبر عن شو؟ تعبر عن الحياة، عن كل شيء حولي، عني وعن مجتمعي وعن الإنسانية وعن كل شيء عشته. لا يوجد شيء مارست في حياتي إلا حولت إلى موسيقى. تركت العراق، انتقلت لوين؟
أول فترة طلعت 93 ذهبت إلى، كنت مدعو إلى تونس أدرس بالمعهد العالي للموسيقى، طريقتي في العزف والعود العراقي والأسلوب العراقي في المدرسة العراقية. بقيت 5 سنين بتونس، بعدها مصر بقيت فيها، أسست فيها بيت العود، 17 سنة بقيت فيها. أول بيت عود كان بمصر؟ نعم. يعني حلمك بلشته ببيت العود اللي بمصر؟ نعم، في 98 أو آخر 98 بدينا بيت العود في مصر، أول 99. هلأ بنحكي عن بيت العود بس كفيل ال إيه، طلعت بعد مصر ما زال ردت أطلع بعد 5 سنين من مصر، لكن يعني كان هناك تمسك حقيقي وتمسك من يعني من معظم الفئات، فصرفت نظر عن المغادرة وبقيت في مصر 17 سنة. بعدها تأثرت بكل بلد، بكل يعني في كل فترة بكل بلد تأثرت فيها وصرت تعطي موسيقى بطريقة تانية أو لا ما أثر بس يعني إذا هو الحجر نفسه يتأثر ويرسم ملامح مختلفة لما يكون عليه ماء جاري أو لما يكون ناشف أو لما، فكيف يعني فيها الخلطة من ثقافات وبلدان عدة؟ طبعا جدا موجود فيه شق تونسي، موجود فيه جانب مصري، موجود فيه الجانب العراقي الأساسي، موجود فيه جانب في أبو ظبي هاي السنين اللي عشتها متقطعة أو مستمرة، كل جانب كل مكان موجود فيه جزء غربي جدا اللي هو في برلين صار لي 6 سنين عايش، كل هذه الجوانب لها تأثير على حياتي. من بعد مصر نقلت على أبو ظبي؟ بعد مصر جيت ب 2008 أسسنا بيت العود مع المجمع الثقافي أو وقتها كان، الآن أصبح تحت هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث بما فيه المجمع، تشكلت دائرة أبو ظبي للثقافة والتراث وضمت كثير أشياء منها بيت العود من 2008، وبقيت سنة حتى اشتد عود المكان ورجعت أتحرك كالعادة، لكن من يكون عندي وقت أقضي في أبو ظبي في الغالب في هاي السنوات. وببرلين؟ برلين طبعاً، البيت هو في برلين، الإقامة في برلين. بيت العود هدفه؟ هدفه هو أولاً تأسيس عازف منفرد بمواصفات عالية عالمية بمواصفات احتراف، تأسيس مدرس وصوليست، وتطوير مناهج العود، تطوير صناعة العود. عندنا ورشة مهمة جدا خلفنا تصنع أفضل مستوى أعواد، عندنا ورشة بحوث طورنا فيها 5 أحجام للعود جديدة ما كانت موجودة بهالمهنية وبهالعلمية. كثير ناس اشتغلوا على أن يسوون أعواد بأحجام مختلفة في العراق، في لبنان، في كذا مكان حسب ذاكرتي، لكن احنا اشتغلنا 10 سنين بهدوء على تطوير عائلة عود من 6 أحجام سميتهم العود لين، عود لا، عود لو، عود باس، عود سوبرانو، بالإضافة للعود التقليدي. دول 5 أحجام اليوم نقدمهم ونعزف بأوركسترات. قدمنا أول حفل مع مهرجان أبو ظبي كان في جراند ثياتر في برشلونة قبل سنوات، وكان العرض اسمه ولا زال الفرقة اسمها 2350 قبل الميلاد اللي هو عمر العود، سميت الفرقة بهذا الاسم. بهذا الاسم. لهلأ قديش صار في ناس تعلموا ببيت العود؟ مئات. مئات. وكم بيت العود في بالعالم؟ حاليا احنا في يعني احنا اليوم في هذا اللقاء، غدا يوم سيعلن بيت العود في الموصل، يفتح أبوابه للدارسين في الموصل القديمة الجانب الأيمن اللي الإرهاب دمرها بالكامل. أحد أنا يعني كمؤسسة عندي أعدت جزء من الأحجار هذه كلها، فتحنا الطرق للعودة لهذه المدينة وساعدنا كثير في بناء بعض الكليات اللي كانت محروقة ومهدومة. وبعد أيام من تحرير الموصل ذهبت وألقيت كلمة في استاد كبير اللي هو للجامعة تابع، وبدأ العمل على الموصل طوال سنوات. بعد يوم إن شاء الله غد نعلن افتتاح استقبال تسجيل الطلبة في بيت العود الموصل خلف مسجد النوري اللي دمروا مأذنته المائلة هذه الشهيرة، واليونسكو كوني سفير لليونسكو أيضا
عملنا كثير أشياء من أجل الموصل ومن أجل البصرة من أجل بغداد، اشتغلنا كثير شغل. أولاً هذا اهتمامي الشخصي، واثنين كسفير لليونسكو هذا أعاني على أن أشتغل فيما يتعلق في المكانات المهمة الأثرية اللي وأنا يعني يمكن من القلة المحظوظين اللي أول مرة اليونسكو يجدد لهم مرتين وثلاث مرات الآن، هذه يعني سابقة تعتبر. قلت لي كم بيت عود فيه؟ عندنا الأول مصر، أبو ظبي، اسكندرية، بغداد، الخرطوم، الموصل والرياض. خلال هذه الأيام يعني احنا في صدد الآن وصول المدرسين من خريجي بيوت العود الأخرى، حتى كمان قريبا بالرياض. الرياض خلص يعني خلص. تم توقيع الاتفاقية مع هيئة الموسيقى، واحنا الآن في المرحلة النهائية لجمع الكادر التدريس من خريجي بيوت العود. بتفكر تمد على أوروبا وأمريكا بيت العود؟ نعم، سيكون في سجلناه في كندا، وبيت العود كاسم وكلوجو مسجل بالعالم كله، وعندنا تسجيل رسمي في كندا في تورونتو، سجلته في نوفمبر 2022. والآن في كثير كلام أنه طالبين في أمريكا أنه يكون موجود، لكن أنا عندي أيضا يعني كان قبل الكوفيد وقبل هذه البانداميك اللي حصل كان على أساس ننطلق في برلين، ومع عمدة برلين اخترنا مواقع وما وافقت على المواقع لأنه كنت أريد شيء يصبح آيكون في يعني معلم من معالم برلين. جولتك الأمريكانية وهلأ مشروعك، خبرنا عنه وعن هالموسيقى يلي بدك تعمل هالمزج بين عدة ثقافات. هو هذا شغلي الدائم أنه المزج. من أول حفلاتي وأنا طالب ببغداد كنت أعمل ثنائيات مع بيانيست مع آلات شرقي غربي عراقي، دائما هذا يعني التجريب شغلي الدائم واللي ما أعتقد يتوقف. عملنا الآن الجولة هي فكرة عولمة العود، فكرة اشتغلت عليها سنين طويلة، والآن يعني بشراكتي مع مهرجان أبو ظبي ومع صديقة السيدة هدى كانو عملنا كثير أحلام على مدى عمر المهرجان من الدورة الأولى لليوم، يعني من أول دورة في مهرجان أبو ظبي كنا مع بعض بالافتتاح سويته، واستمر هذا التعاون. عملنا كثير أشياء لأول مرة تعمل، يعني أوركسترا الشرق لأول مرة جمعت كل موسيقيي الشرق على الخريطة المهمين نمبر وان في كل آلة في كل حضارة لها علاقة. إدي حلو هالجمع لكل الموسيقيين. جمعنا أكثر من 76 عازف من الشرق الأقصى والأدنى والأوسط الشرق العربي أيضا، فهذا كانت لأول مرة اللي حضر هاي الحفلة يسمع هذا النوع من الصوت. أوركسترا الأعواد قدمناها، أوركسترا السر أسستها بالقاهرة وقدمتها مع مهرجان أبو ظبي. الشراكات اللي عملناها برا، أيام الموسيقى العربية في برلين السنة السابعة في هذا سبتمبر 2023 الدورة السابعة، ومهرجان ناجح جدا أصبح، هو اسمه أيام الموسيقى العربية لكن هو شامل كل الفنون، في قصيدة النثر، في رسامين، مسرح، سينما، كل موسيقى طبعا. أمريكا المشروع. أمريكا كانت جولة عظيمة تبناها أيضا مهرجان أبو ظبي مع جاز لينكولن سنتر، ومؤسس الجاز لينكولن سنتر صديقي وينتون مارسالس، التقينا في أبو ظبي من سنين عزفنا أول مرة مع بعض، ثم في مهرجان مارسياك في فرنسا. قدي حلو هالنمز الموسيقى مع هو بعد هذا في غاية الأهمية هذا المزج، لأن دائما ينطي نتيجة جديدة لأول مرة تظهر. لما يكون كيف لقيت لها النتيجة أول ما جربت هالتجربة؟ أول شيء قعدت سنة كاملة أألف أعمال خاصة للجاز وتكون فيها هوية تشبهنا بنفس الوقت، أنه ما أخسر هوية العود لمقابل الجاز، شلون أحافظ على هذا التوازن. كانت هذه معادلة في غاية الصعوبة، أني أعمل جمل موسيقية فيها انفتاح على فكرة الجاز وبنفس الوقت فيها هوية عربية أو هويتنا الشرقية كلها. فكانت هذه المعادلة أخذت سنة، جربت المؤلفات واشتغلت عليهم وعدت وحذفت واشتغل إلى أن حسيت أنه جاهزين. بديت أحول الأعمال إلى صديقي وينتون مارسالس، هو عمل الأريجمنت كل ما له علاقة بالتوزيع للجاز، ومع 16-17 أفضل عازف جاز في
مركز الجاز بالعالم في نيويورك، قدمنا أول حفلتين، وبعد ذلك بعشر ولايات قدمنا عروض كانت صدمة للجمهور في أمريكا، والجمهور كان في نسبة 98% أمريكان. اللي بيحب الجاز معقول يحب العود والعكس صحيح؟ هما الفكرتين صحيح، اللي يحب العود إجا في الغالب ما يحب الجاز، فتفاجأ أنه الفكرة حلوة، والعكس اللي جاي يسمع الجاز ويعرف وينتون جيدا، سمع آلة وسمع مؤلفات موسيقية كلها لها علاقة بثقافتنا. يعني مثلا قطعة اسمها سيدة الجنائن المعلقة، تكلمت فيها عن عجائب الدنيا السبعة، اللي واحدة منهم من أجل الملكة عملها ملك عراقي. مثلا بيرام إينانا وديموزي، قصة حب بين اثنين آلهة في الأسطورة البابلية. الدجلة، كل مواضيعنا، قرطاج المنطقة الأثرية في تونس، كل قطعة لها تاريخ حتى تحدث عن هذا التاريخ ب 30 ثانية. كيف بتقرر أسامي القطع وال... يعني كيف تتخيلون وبتقرر أنه هيك بده يكون؟ كل شيء نشوفه الفنان عندك، يعني عنده عدسات تخزن كل شيء. أو أنا إذا أتكلم عن نفسي، وما أحب يعني كثير أكون أنا المثل، لكن شخصية أنا أسيف كل شيء يعجبني، وذاكرتي ما تحتفظ بأي شيء ما يعجبني، لا بالبشر ولا بالأسماء ولا بالمواقع. يعني إذا بشر ما بيعجبوك ما بتقعد معهم؟ ما يسيف أبد، ما يسيف عندي، ما ينقلوا لك الباد نيجاتيف فايبس. يمكن أكون غلطان، بس هو ما سيف أي شيء ما أحبه أبداً. أبداً ما بتتركن بذكرتك؟ لا، يعني بتشوف الشخص وما بت... أيوة، حتى دول أشوفها كأني ما شفتها أبداً. يعني بتجرب تحمي حالك؟ مو أنا ما أقصد هذا الشيء، مع أنه الحرب أثرت فيك. الحرب أثرت جداً في أثرت في كل بس تفصيل. ما قدرت تمحيها. الحرب أكبر من أن تمحى، صح. لأنها العلاقة ببلد عظيم دمروه، بلد، خلينا نحكي شوية على العراق باختصار. هذا الأرض بدون شوفينية، هاي الأرض هي الأرض الوحيدة بالكرة الأرضية فيها 8 حضارات، مو فيها حضارة واحدة متواصلة، 8 حضارات. يعني من تتكلمين على أكاديين، حضارة لغة وحضارة وثقافة، آشوريين كذلك، سومريين هم اللي أعطوا كل شيء، الحرف والعجلة والعلم والفلك والرياضيات، كل شيء ولد في هاي المنطقة. فيها خريطة اليونسكو مسويها، ممنوع طلقة تنضرب في أي منطقة في العراق، لأنه لا توجد منطقة في خارطة العراق ما بيها حضارة ولا فيها أثر. منطقة مثل هاي تجي همجية أمريكية بمساعدة بريطانية ودولية تدمر كل هذا البلد. فهنا تتسائلي أنه يعني كيف بهالشكل؟ هل هو حقد كبير لدرجة أنه بلد مثل هذا ب8 حضارات كبيرة علمت البشرية كل شيء عملياً؟ طب العيون، التشريح، شو يخطر ببالك؟ الفيلسوف الثاني بالبشرية ببغداد، المستنصرية أول جامعة بالكون بناها المستنصر بالله ببغداد، وملايين الأشياء. بلد مثل هذا يدمر بالكامل، ويدمر شعبه ويجهل شعبه، ويخلون بلد بس للعادات الدينية الغير دينية، صح. يخلوه بلد يلطم، بلد يندب حظه، وهذا مو هو، هذا مو العراق، هذه مو ثقافته، هذه كلها أشياء تجينا من إيران وتجينا من دول تتدخل بالشأن العراقي بشكل كبير جدا. فلما تشوفي شغلة مثل هاي، تشوفي بلد بهالحجم وبهالمهم الأهمية، بلد سنة 82 كان مفروض داخل العالم المتقدم، طالع من العالم الثالث، عنده أحسن نظام تعليم، أحسن نظام صحة، أحسن بنى تحتية، أحسن أحسن أحسن، خلص طلع من العالم الثالث، دخلونا بحرب بديكتاتورية صدام وبعنجهيته وبفقر الأفق عنده، دخل بلد كامل في حروب لها أول، ولليوم إحنا ندفع ثمنها. للأسف عم ندفع دائما. لليوم إحنا لليوم العراق الحروب. العراق يدفع ثمن، وشوف اللي ده يحصل. وحروب يوم المذاهب. شوف إيش حصل بالبرلمان العراقي. هذا هو هذا المكان اللي يمثل الشعب العراقي. شوف إيش حصل به. شوف العادات شلون تغيرت، الناس مستواهم الثقافي، اللبس،
الحياة الاجتماعية انعدمت، الوسط طبقة الوسطى كانت أجمل طبقة ببغداد تدمرت، صار يا فريق جدا يا حرامي جدا. هذا كله انعكس على سلوكنا، انعكس على خلانا عندنا يعني غضب تجاه الواقع هذا كبير جدا، واتجاه الدول اللي سببت في ذلك. وإن شاء الله ما يعود فيه بهالبلدين هالاستعمال للمذاهب مثل ما كنت عم تحكي، والطوائف المذاهب للحروب، كل مشاكل المنطقة لها علاقة بطموحات إيران، طموحاتها الفاشلة اللي هي ما عرفت تسويها في بلدها، ده تصدرها إلى الدول الأخرى وده تشعل منطقتنا كلها للأسف. على فكرة يعني أنا أقول لك وأنا مسؤول عن كلامي، 90% من مشاكل العراق والمنطقة سببها إيران. إحنا يوميا يمسك على الحدود كذا طن مخدرات جاية من إيران، أو حبوب أو شيء جديد اسمه كريستال، أو ما أعرف أشياء ده يبتكروها ويصدروها للعراق، بما في أحيانا الرخام يجينا في إشعاع للأسف. عم ندفع هالثمن طبعا، على بال انه هالشباب يقدروا يرجعوا يكونوا اكثر، يروحوا تجاه الثقافه والانفتاح. كل مره نحب ما اتكلم بالسياسه، بس هذه مو سياسه بصراحه، انا من اتكلم عن ايران. ايران ده تتدخل بشؤوننا الى درجه كبيره جدا بشؤون العراق، وزرعت ميليشياتها في كل مكان، وهاي الميليشيات بدت تدمر البنى التحتيه وبدت تغير نسيج المجتمع، وللاسف إنه هذولا بعضهم عراقيين، صحيح كانوا بإيران وكانوا يحاربوا الجيش العراقي مع إيران، يحاربوا ضد العراق، لكن هذولا محسوبين على العراق للأسف. للأسف. اليوم سفير يونسكو وسفير الصليب الأحمر صح؟ نعم. خبرنا عن هالتجربة ورسالة ما وراء سفير اليونسكو وسفير الصليب الأحمر. أولاً الدول لما تختار سفير تختاره مو حتى يؤدي دور، لأنه أدى دور أصلاً، لأنه أساساً هذا اهتماماته، فهو يجي نوع من مو التكريم، هو نوع من التكليف بأنه يعطوه قوة أكثر يقدر يشتغل بمساحة أكبر. رسالتك وراء رسالتي هي الإنسانية، هي الأساس. يعني أنا مثلاً أول ما بدأت الثورة السورية أنا أول واحد زار بعد 40 يوم مخيم الزعتري، وأخذت كرفانات وأخذت مساعدات وبديت أشتغل على هذا الملف. ليش؟ لأنه الإنسان ما أقدر أشوف شعب سوري، شعب رائع وعظيم وابن حضارة، أشوفه متبهذل بالصحراء وبالرمل وبالخيم، ما أقدر أشوف هذا الشيء. لما كبرت بدينا أول 40 يوم بالضبط بعد مخيم الزعتري، كان أول زيارة من شخص خارج عن الناس اللي يبنوا الخيم اللي هم الهلال الأحمر، كان العبد لله. رحت وبديت وشفت شنو احتياجاتهم، وبقيت بعمان إلى أن دبرت لهم جزء كبير من احتياجاتهم. هذا اهتمام قبل تسمية سفير. موضوع علاج أطفال العراق أنا بديت به من 91 من بعد الحرب ومستمر لليوم. احنا ناخذ أطفال نعالجهم بالهند، نسوي لهم عمليات قلب مفتوح ونرجعهم سالمين بدون ما يدفعوا مليم واحد، تذاكر سفرهم، فيزتهم، إقامتهم والعملية. هذا دوري، هذا سنين أنا بديتها. بعد ذلك وغيرها، يعني مثلا حملة سويتها قبل الثورة السورية إلى العراقيين بسوريا، رحت لهم إلى مناطقهم اللي تعبانة اللي عايشين فيها، وأخذنا لهم مواد بمساعدة الإمارات، مواد كميات كبيرة جدا من المواد الغذائية والكراسي المعاقين والمراتب يناموا عليها ومراوح وكمية معدات، نتكلم على 740 عائلة فقيرة كانت. وهكذا الأقليات اللي أنا أكره أسميهم أقليات لكن الناس ما تعرف، هي المكونات، مكونات اللي موجودة بالعراق، كثير حاولت أنه أشتغل ولا زلت أشتغل على حمايتها. هذا هو يعني شيء في أساسي، لأنه ربيت حولي واحد صابئ مسيحي كردي شيعي سني، ما عندنا مشكلة، كل ما عندنا مش أيا كان تركماني، المهم إنسان، والمهم دوره بالمجتمع، والمهم عمله وإضافته وأخلاقه. غير هذا لا يعنيني شيء. هذا الطفولة اللي كبرنا عليها، اللي يحاولوا يشتغلوا على تشويهها بالعراق وبلبنان وبكذا دولة، هذه احنا ما نعرفها، على الأقل اللي عاش تجربتنا ما يعرفها،
لا احنا ولا عوائلنا ولليوم على فكره. هيدي القوه الانسان اللي بيطلع على الانسان كانسان وكيف بده يساعد الانسان، هي الانسانيه. احنا ما لا عندنا يعني دور في ان نطلع شعرنا احمر لو اصفر لو اسود، ولا عيوننا، ولا منين اصلنا. احنا نولد للدنيا وعلينا ان نعلم، نترك. ابن عربي يقول من ثمارهم تعرفونهم، علينا ان نترك اثر جيد. اكتشفت أنا وداخلي لعبات العود أنه كمان غير أنك عاشق الموسيقى كمان بتحب ترسم، وحضرتك فنان لوحات، فشو هالعلاقة كمان مع اللوحات والرسم؟ أقرب شكلين لبعضهم إبداعيين هم الرسم، الموسيقى والرسم. كيف؟ يعني يعتمدوا على ثيمة واحدة تتعدد ألوانها. احنا بالفن التشكيلي الدرجة اللونية الوحدة يطلع منها تونات كثيرة جدا. نفس الشيء عندنا النغمة الوحدة احنا نقدر نطلع منها درجات وفعل مختلف بالقوة وبالكريشاندو وبالبطء وبالسرعة كثير. ايقاع يضبط وحدة موضوع القطعة الموسيقية لها فكرة ولها ثيمة، اللوحة كذلك، وهكذا كثير من الأشياء. كل اللي أحاول أسوي أنه أحياناً من ضغوطات الحياة أهرب للون. اللون علاج. يعني اللي عنده، الحمد لله إحنا ما عندنا غير أمراض الحروب، بس اللي عنده توحد الرسم حل إله، الموسيقى حل كبير إله، وهذول الشكلين تحديداً هم علاج. فأنا لما أكون مضغوط جداً وما عارف أعبر موسيقياً أروح للكانفاس، أفرد الكانفاس وأبدي أحط إلى أن تطلع مني هاي الحالة المزعجة، أرجع للموسيقى. فهي أيضا مرتبطة ببعضها، ومن تطلع لوحة حلوة أرجع أشتغل عليها موسيقيا. هالقد عايش بعالم أكيد. قديش قريب من التكنولوجيا وأصحاب مع التكنولوجيا، وقديش بتستعمل التكنولوجيا اليوم مع يعني بالقدر اللي يمشي أشيائي، بس مو أكثر. ما أحب التكنولوجيا، أحترمها وأحترم التغيرات اللي دا تصير، بس خايف من كثرة اعتمادنا عليها كثير. لذلك ما زال قيمة الهاند ميد، الشغل اليدوي، ما زال قيمته غالية الحمد لله. تبعت التطور الارتفيشال انتليجنس واللي عم بيصير، هذه ثورة رهيبة. يعني أنا أعتبر أكبر ثورة حصلت هي السيارة الكهربائية هذه. يعني شوفي صار سنين شركات السيارات تطور بالماتور وتطور بالاستهلاك وتطور، اجى واحد شال كل الماتور ورماه وقال لك تعال، صارت السيارة نفسها دا تمشي بالوقت اللي كان فيها ما اعرف كم 100,000 حاجة ايتم مع بعض مربوطين حتى تشغل محرك. الان كله رماه وسوى محرك. الان بدا الذكاء الاصطناعي، تريد شنو مقال، تريد تسوي أي شيء، تريد بحث، تريد بثانية صار. وهذا اللي أنا هون حطيت على تشات جي بي تي اسمك، وقلت لهم يعطوني بعض الأسئلة من تشات جي بي تي تأسألك إياه هون، وكتبتهم هون ورح أسألك كم واحدة. بيقول لك ما هي الآلة الموسيقية المفضلة لديك ولماذا؟ أكيد غير العود يعني. البيانو والساكسفون. البيانو هو أساس كل الموسيقى، هو الدستور اللي تنبني عليه الأشياء. والساكس آلة مربوطة بالنفس، مربوطة بالتنفس وبالنفس الداخلي، وصوتها حسة يطلع من جسد الإنسان. كيف يتم تحضير العروض الموسيقية الخاصة بك، وهل لديك عادات أو تقاليد تتبعها قبل العزف؟ التمرين المهم، الطقس. في كثير ناس ما يعرفوا، يفتكر انه هو التمرين هو مجرد انه يمسك الآلة ويقعد يشتغل عليها. لا، التمرين هو حالة من تحضير روحي ايضا، روحاني. يعني انك انت ما تقدر تجي تتمرن وانت عندك كره اتجاه واحد او عندك غضب اتجاه شغلة. الغضب ممكن تسربه موسيقيا، بس ما يبقى متعلق بشخص، ممكن متعلق بظرف. بس طالما عندك كره أو حقد أو بغض أو حسد أو أي شيء من هاي الأشياء، مستحيل تقدر تمرينك ما إلا قيمة. ففي كثير أشياء حتى لها علاقة بالنظافة الجسد، لها علاقة بالملبس، شلون شنو اللي تلبسه وتقعد تتمرن. هل ينفع تلبس ملابس نوم وتقعد تتمرن؟ في ناس يقول لك إيه شنو هالكلام، هذا كلام مبالغ فيه. أنا بالنسبة لي هذا ما ينفع، بالنسبة لي ما ينفع، لأنه أنا بالنسبة لي أشوف جزء من احترامك
للفن اللي يخرج هو احترامك لذاتك وللحالة. يعني ما أقدر أعزف وفي مكان مو نظيف مكان. لازم يكون مرتب كل شيء بمكانه. ما هي أبرز اللحظات في مسيرتك الفنية التي تحسب لك بالنجاح وبالإنجاز؟ تريدين الصحيح والصراحة، أنا للآن ما شايف أنه سويت شيء مهم. إيه؟ أبداً. ما كل شيء عملته. والله أبداً ما عندي شيء إحساس أني عملت شيء مهم، ودائماً عندي إحساس أنه الأهم بعد ما أجا رح يجي إن شاء الله. إن شاء الله. كيف تعتبر أن الفن الموسيقي يؤثر في المجتمع، وكيف يمكن للموسيقى أن تساعد في تغيير الواقع؟ الموسيقى مثل ما ذكرت هي علاج التطرف، علاج التعصب، علاج العنصرية، علاج الأمراض النفسية، الضغوطات، الأمراض اللي بدأت تظهر كثير الآن، التوحد. فهي بالتالي يعني جزء جوهري، هي ليست ترفا، هي جزء جوهري من بناء المجتمع. مثلا الآن الدراسات التربوية لما بدأوا يعملوا أنه هل إحنا نهتم بالطالب فيزياء وكيمياء ورياضيات ولغات، وهذا لو نهتم فيها بكل الجوانب، فشافوا أنه الموسيقى أساسية والرياضة أساسية. فبدأت الآن مثلا مدارس، في تجربة في الإمارات صار لها سنتين أو ثلاث سنين، كل مدارس الدولة بدأ فيها يصير موسيقى. هذا ما جاي فقط لأنه يريدوا يظهروا موسيقيين، هذا جاي لأنه وفق دراسات تقول أنه الجزء الأيمن بالمخ ما ممكن يشتغل أبداً عند البشر إلا مع آلة موسيقية يبدأ يعمل. فبالتالي ينعكس ذكاءً على سلوك الطالب، ونفسياً يتوازن فيبدأ يتغير ويغير بيئته وبيئته. فهي الموسيقى أساسية في تغيير المجتمع. شو نصيحتك للشباب اللي بدون يدخلوا عالم الموسيقى، وللشباب اللي هلأ هنا دخلوا عالم الموسيقى؟ لا يعني ما توجد نصائح غير أنه تعلم الموسيقى، راح تحميك، راح تخليك أحسن، راح تخليك آدمي، راح تخليك إنسان. إحنا كنا نسمى يعني هذا يقول هذا إنسان، بس هو في الحقيقة مو الكل يحمل هاي الصفة، يحمل شكل الإنسان بس ما يحمل. ولا منو اللي يقتل؟ منو اللي يسرق؟ منو اللي يسرق المال العام؟ هذول كلهم محسوب على الإنسان، بس هو ما عنده صفة الإنسانية، لأنه لو عنده أساساً ما يسوي كل هاي الأشياء. فكثير ناس حتى تملك إنسانيتك لازم يكون عندك شيء جانب فني وحقيقي، هو الموسيقى والرسم واحد منهم على الأقل. هلا ما بتشرب وما بتعمل، بتشرب قهوة؟ قليل جدا. وقهوتك وقت بتشربها حلوة أو مرة؟ بدون سكر. من دون سكر. أي. والحياة حلوة أو مرة بتعتبرها؟ الحياة أيضا أريد أتعود عليها بدون سكر، وهذا بعد يعني تجربة عشتها بال 89 90 91 هاي السنوات، حبيت انه كل حياتي تكون بدون سكر بعد ذلك. ليه؟ لانه مش لازم واحد يتعود على حلاوه الاشياء. لازم تضل صعبه الحياه، لازم مو صعبه، لازم تضل طبيعيه. يعني انت من تاخذي الشاي تاخذيه طبيعي، من تحطي له سكر ما اصبح شاي، اصبح شيء محلى. واذا تحطي له اي ماده اخرى يصبح شيء اخر. بس اذا تريدين تذوقي طعم الاشياء الطبيعيه، ذوقيها مثل ما هي بدون ما تضيفي لها اشياء. حلو. في أخذ معك سيلفي؟ كل سرور. إذا اليوم فرجيك الصورة، قديش راضي عن حالك وعن نفسك؟ هذا سؤال صعب، يمكن أصعب سؤال، لأن اللي حاسب نفسه دائما ما يقدر يرضى عليها، حتى لو هو يعني يحاول يكون أفضل ما يمكن. درجة الرضا صعبة. هل قد بتعذب حالك؟ ما أعذب حالي، بس لازم واحد يعني أيضا ما ينطي لنفسه كل الميزات الجيدة، يبقى يسعى من أجلها. رح تسعى لأكثر ولمشاريع وأحلام جديدة؟ بكل تقريبا كل يوم جديد وفي نفس جديد أنا أعتبره هو مشروع جديد إن شاء الله. دايما أنا بدي أتشكرك. شكرا.